إذن ونتابع معكم ما يحدث في الأسواق العالمية وتحديدا مدى تأثير ذلك على حركة العملات الرئيسة مع ضيفنا أحمد عزام محلل أول لأسواق المال في إكويتي جروب. أهلا ومرحبا بك معنا أحمد. كيف ترسم حدود تحركات الدولار الأمريكي اليوم؟ نرى عوائد السندات ما تزال تسجل لدينا تحدي كبير جدا في تحديد مسار التحرك إزاء طبعا أسواق الأسهم تحديدا. صباح الخير ولو الطيب. نعم، تحديدا الدولار الأمريكي عندما ننظر إلى التحركات في الفترة الماضية، على ما أعتقد التحركات كانت عرضة بسبب أرقام البيانات الاقتصادية الأخيرة من الولايات المتحدة الأمريكية. على ما أعتقد رؤية هنا انقسام بالنسبة للبيانات الأخيرة، أرقام النمو تسجل بعض التراجعات، التضخم أو الضغوط التضخمية تسجل بعض الارتفاعات. لذلك على ما أعتقد هناك قد يكون انقسام كبير في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، هو ما ترجمته عوائد السندات. منذ شهرين على ما أعتقد رولا السندات أو عوائد السندات تتداول ضمن نطاقات ضيقة جدا، قد أبررها باحتمالية رفع أسعار الفائدة، احتمالية الانقسام داخل مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي من جهة أخرى، انقسام أيضا مشاعر المستثمرين حول توجهات الفيدرالي الأمريكي في الفترة القادمة. على ما أعتقد الدولار الأمريكي قد يكون على المدى الأطول، على المدى المتوسط للمدى الطويل، على ما أعتقد قد يسجل بعض التداولات الإيجابية في الفترة القادمة، فيما لو نظرنا أن الضغوط التضخمية قد تسجل بعض الارتفاعات في الفترة القادمة رولا، مما قد يدفع الفيدرالي الأمريكي لتسعير إمكانية رفع أسعار الفائدة في شهر 11. على ما أعتقد رفع أسعار الفائدة قد يكون هي مفتاح التوجهات الإيجابية بالنسبة للدولار الأمريكي في الفترة القادمة. إذن دعنا أحمد أيضا نقف على تحركات اليورو في ظل بيانات ألمانية أخيرة كانت يعني فيها كثير من الضعف، كيف يؤثر ذلك على حركته وما الذي يؤثر بشكل رئيسي على تحركات اليورو؟ نعم الطيب، عندما ننظر إلى تحركات اليورو في الفترة الماضية، تحولات على ما أعتقد كانت عرضة بشكل أكبر لتحركات الدولار الأمريكي. عندما ننظر إلى البيئة الاقتصادية أو البيانات الاقتصادية في الفترة الأخيرة، أرقام متضاربة سلبية على ما أعتقد تميل بعض الشيء قد تدفع أعضاء البنك أوروبا للتوجهات الصقورية، توجهات رفع أسعار الفائدة في الفترة القادمة. هنا أود أن أذكر الطيب، سواء كان أوروبا، بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، على ما أعتقد الثلاثة البنوك قد أجمعوا على أن دورة تجديد السياسة النقدية باتت قاب قوسين وأدنى من نهايتها. فبالتالي عندما ننظر إلى الاتحاد الأوروبي، ننظر إلى بنك أوروبا، كريستين لاغارد كانت قد ذكرت في الفترة الماضية أن الضغوط التضخمية لا تزال موجودة، سواء كانت في ألمانيا، سواء كانت موجودة في إسبانيا، فرنسا، أو حتى في الاتحاد الأوروبي بشكل عام. لذلك رفع سعر فائدة للاتحاد الأوروبي لبنك أوروبا في شهر 9 قد يكون وارد. فبالتالي تداولات اليورو فوق مستويات الدولار 6 سنت قد يدفع اليورو لتسجيل ارتفاعات على ما أعتقد دولار 9 سنت، دولار 10 سنت في الفترة القادمة. الطيب نعم. طيب أحمد، يعني يترقب العالم أيضا اجتماع قمة العشرين، واليابان يعاني الين فيها من تراجع مستمر أمام الدولار، وحتى الآن لا نسمع عن أي بارقة لتدخل البنك المركزي الياباني لإنقاذ الين، وكأنه يترك السوق أن تصوب أوضاعها كما يجب أن تكون عليه دون التدخلات الخارجية من البنك المركزي أو الحكومة. نعم رولا، تحديدا الين الياباني عند مستويات 147، التدخلات في الفترة الماضية كانت قرب تلك المستويات 145 إلى مستويات 150. على ما أعتقد المرة هذه يعتبر فيها بعض التغييرات، كازا أويدا يعتبر شخص غامض لا يتحدث إلا القليل في الفترة الماضية. عندما ننظر إلى التداولات التاريخية بالنسبة أو تحركات التاريخية بالنسبة لبنك اليابان، رفع أسعار الفائدة في آخر مرتين كانت بعد نهاية دورة تجديد السياسة النقدية من الفيدرالي الأمريكي. بالتالي قد يكون التوجهات تغيير الفيدرالي الأمريكي أو التوقف الفيدرالي الأمريكي عن رفع أسعار الفائدة هي خطوة لبنك اليابان لتغيير السياسة النقدية. نعم السياسة التسهيلية رولا، نعم، مع تغيير منحنى عوائد السندات صحيح. قد يكون في توجه، نعم، لتغيير عوائد في الفترة القادمة وتغيير المنحنى، نعم، في الفترة القادمة من بنك اليابان. شكرا أحمد عزام محلل الأول لأسواق المال في إكويتي جروب.